بالنسبه لنا كعاملين في المؤسسه ديال الاخبار اليوم كنتفاجئوا يعني بهذا القرار ديال الاغلاق. يعني احنا ديما كنا متفائلين، ديما كنا تنعانيو في صمت، ويعني وكنا تنشتغلوا وكنسبقوا الخدمه على اي حاجه، على الـ 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 على المستحقات ديالنا الماليه، على يعني كنضحيو بكل شيء في سبيل اننا نخليو هذا الاسم ديال الاخبار اليوم، نخليو يعني نكونوا اوفياء للقراء ديالنا ومتابعين ديالنا، باش نعطيهم مواد يعني في المستوى وبمهنيه عاليه وهذا. ولكن يعني حتى كنتفاجئوا بان الجريده تسدات، شكون يخذ القرار لحد الان المساله غامضه جدا. تيقولوا بان ابو عشرين خذ القرار من داخل السجن، يعني هذه المساله لا يغير الوضع، لا يغير من اي شيء في هذا الوضع. عموما العاملين يعني عانوا بزاف على اساس ان المؤسسه تعاود ترجع لرجليها، وكما يعني تنقز هذا المشكل هذا. حتى كنتفاجئوا بان قرار الاغلاق جا بهذه الطريقه، وطريقه شي شويه قاصحه، يعني في حين ان المفاوضات كانت ما بين المؤسسه وما بين الوزاره باش يصرفوا لنا الدعم، وزاره الشباب والرياضه اللي كانوا مبلوكي لنا الدعم من شهر 10 بسبب هذا كوفيد 19. كنشوفوا كنتسناو المحكمه تحكم، حيت كانت واحد الدعوة في المحكمه الاداريه باش انهم يعطيو حكم يا صالح المؤسسه يا صالح الوزاره، حتى كتجي الاداره في اخر لحظه ملي الملف داخل التامل الاداره كتسحب الدعوه، كتنازل على الدعوه. هنا عاوتاني كتعطينا علامه استفهام ديال شكون اللي على صح وشكون اللي على صواب. ولكن اللي انا متاكد منه 100% هو ان المساله ما فيها لا صح لا صواب، ولكن فيها ضحايا، والضحايا هما العاملين بالمؤسسه، هما اللي تعرضوا دابا بهذا القرار، تعرضوا للتشريد وللذبح والاعدام بهذا المعنى. احنا ما غاديش نسكتوا، ما غاديش نوقفوا على هذا الحد. احنا فعلا دابا هذا اجراء كيعتبر بان احنا معرضين للطرد التعسفي. هذه مساله كتحتاج شويه ديال المساطير، كتحتاج مجموعه من هذا. احنا غادي نمشيو في هذا الشيء ابتداء من مفتي الشغل ونوصلوا حتى للمحاكم، وحنا يعني الحق ديالنا ما غاديش نتنازلوا عليه. يعني ملي احنا ناضنا سنوات وسنوات، وحنا غادي نبقاو نناضلوا، ربما واخا توصل حتى لسنوات، المهم احنا الحق ديالنا ما غاديش نتنازلوا عليه. ويعني ما هاد المساله اللي واقعه لينا احنا دابا، المساله وصمه عار على جبين المسؤولين او مسيرين في شأن الصحفي في المغرب، رغم أن النقابة الوطنية مشكورة بذلت معنا مجهودات كبيرة في المواكبة والدعم والمساندة، كذلك المجلس الوطني نفس الشيء، يعني حتى هو بذل مجهودات وتواصلوا سواء مع الوزارة سواء مع رئاسة الحكومة سواء يعني في الظل أو في العلن. ولكن عموما النتيجة حاليا هو أننا احنا عرضة للتشرد، عرضة للشارع، يعني جميع المعاناة وجميع الألم اللي كاينة راه يعني احنا هما احنا كنعانيو منها في هذا الوقت الراهن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.